تبقى فتحية قعد قاعدة مش لازم تقف. قالت لي فتحية نعمل لك اللي تحب المهم ما تغنيش. أوكي فتحية بالحق مرة ذي آخر مرة نغني لك فيه أحسن ما تعمل. أحسن قرار ذي خذيته. مرحبا بكم ناس كل في ساعتنا الأخرانية من موجة الصباح. اليوم خميس يا جماعة واليوم عنا الألو دكتور. ألو دكتور. في الألو دكتور اليوم تشرفنا بحضورها كالعادة وبطلب من المستمعين نهى عيسى طبيبة بيطرية باش نحكيو اليوم على لونتروتيان نتاع الحيوانات سورتو تويكا جايه لونتري سكولير. دونك الناس الكل باش توجه الاهتمام نتاعها لصغارها وباش ينساو الحيوانات نتاعهم. دونك نهى ليكم بالمرصاد. بونجور نهى. بونجور صباح الخير. صباح الحمد لله لاباس. حيواناتكم رجلين؟ لا حيواناتي تعداو الصيف صافا لاباس. تعداو السخانه مساك. اي سورتو سورتو قليل انا اللي راني نقولي ما عادش تحجم له راه نقول لهم نهى قال تحجم له لازم قلهم نحجم لازم نحجم الدنيا سخونة تو فشتي خليها كيفاش. اوكي نهي باهي نحكيو قبيله قلت لي تويكا جاي لونتري سكولير الناس الكل باش تتلهي بالصغيرات وباش ينساو الحيوانات مساكن. دونك شنو كيفاش؟ سي ريتويل حاجه طبيعيه كل تو الاسره الكوليكا عندهم صغار داخلين المكتب روضه دونك فورنيتور سكولير صغار لوج لورغانيزاسيون تاع الوقت دوبل سيونس كوشمار دوبل سيونس. دونك أكل قطوس وكلبك اللي عاد صيف كامل مدلل ومحليه وماشي البحر ويحوس ويروح ويخمو فيه كل يتنسى الجملة مسيكن ويتلهاو بالحاجات الاخرين الكل ليكا اون سو روتروف بعد افيك لو بروبليم برينسيبال اللي او بو دو كيلكو سيمين ان انيمال كي ني با انتروتونو كومونس ا بريزونتي دي سيمتوم تاع امراض هاو برغوث هاو قريد هاو حكحك هاو شعره سافا با خاصه انك اللي شعره طويل شعره ما تمشاطش برشا مشاكل اخرين. كريفليكس نلقاو روحنا في اكتوبر جماعه في الدار يغزروا القطوس ولا الكلب مسخ على الاخر ما عادش يتمشط مش مزيان يسوفي ولا يتحرك فيه البرغوث كل شيء احنا ريفليكس رانا نعيفوهم راهم الحشرات الصغار ما نحبوهمش احنا اليوم نطيشو. من يكون صغير في العائله ومسيكن ولا هين به يطيش نحزنوا عليه اما ريفليكس الله غالب حاجه مسخن اللي هو خرج للجرده من الجرده يلقى روحه في الشارع وهكذا يلي معناه. دونك احنا علاش نخسروه احنا صيف كامل لونتروتيان نتاعو صيف كامل هو يلعب مع العائله وكل شيء باش جوست هاك المومون تاع الغونتخي هذاك يطيش يطيش حاجه سهله على الاخر سا نو برون با بوكو دو تون مي تخليك الانيمال دو كومباني يقعد عام كامل بعضهم باش الصيف عام جاي ما نقعدوش نشريو في حيوان جديد مش عادي الصيف خاطر الصغير يوصل جوان وينو كلبي وينو قطوسي هو ديجا مش عادي عام كامل وينو كلبي وينو قطوسي دونك سهلة برشا لي زونتي بارازيتير اهم حاجة مرة في الشهر انتي بارازيتير مرة اللي هي حربوشة تتاكل فما انواع فما حرابش فما يتحط ديريكتو مع الجلدة فما اللي يتفشفش انواع واشكال مرة في الشهر راهو سابخون 5 مينوت معناها ما نتخيلش واحد ما يلقاش 5 مينوت في الشهر صحيح هكيكا الكلب ولا القطوس اللي في الدار لا يعمل لا قريد لا برغوث خاطر القرد والبرغوث مشكلتهم العويصة اللي هما يلصقوا خاصة تو لي لاغ في لوميديتي يوليو يتكاثروا بوكو بلو فاسيلمون السيكل بارازيتير يقوى دو تال فاسون اللي يطيحوا في القاع ينقزوا على الصغار ينقزوا على العباد يولي خوف ما يتنحاش بالساهل ظهر لي زاد ما يتنحاش بالساهل يسوفي يتكاثر ما عادش تنحى دونك احنا شنو نعملوا اون بريفونتيف نحطوا هاك لونتي بارازيتير واحنا مرتاحين دو تال فاسون ما يلصقش فيه حتى كان نقص فوقه ما يخلطش يلصق فيه دونك ويقعد البدن نتاعو محمي شهر كان تري بيان لي برودوي اللي موجودين سور لو مارشي الكوليكا كلهم يحميو شهر هذا اضعف الايمان كما نقولوا حاجه اخرى ما يسالش مره في الجمعه في العشر ايام نغسلو نغسلوا الكلب خاصة لي شيان لي شاك ينظفوا رواحهم وحدهم وحدهم تبارك الله عليهم بطبيعته ما يحبوش الماء انا ديجا كي نبدا نتفرج في قطوس لا يدوش انا نقعد نتفرج في الفيديو تاع ياسر حلوه مش نورمال فما اي ساعات تلقى قطوس قاعد تحت سباله وعادي ما يقلقش قاعد سكيكه راه تبدا تصب له في الماء يبدا يستحلم من هنا شويه عايش تصب لي من هنا مش ماكش لي تصب على جنب الباب دونك باغ كونتخ الكلاب نجم نغسلو لها فوا باغ سومان 10 جور تغسلو هكيك تمشط لهم تمشط سي نورمال
مشطان الشعر حاجه كيما تمشط شعرك الصباح تمشط له شعره تمشط له شعره اي بره عندك صغير معنا في الدار قلت لك بو احنا مش ديما نمشطوا شعرنا والحيوان لازم تقول انت لا 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 جيتو انا بالحق ما نمشطوش ديما شعري بالحق عباره عندك صغير صغير تو سامبلومون ماكش تدخلوا للروضه كي الاخرين مش يدخلوا للروضه والمكتب والله كان يعملوا لهم روضه خير والله موجوده في بلايص اخرى في العالم مش في تونس موجوده مثلا في امريكا موجوده في كلكو زوندوا في لوروب اون سويس مي احنا في تونس مازال ما خدمناش ما عندناش وي صحيح مشروع واحد يخم فيه هذا زعما يمشي ولا ما يمشي زعما يمشي ولا ما يمشيش ليه والله ولا حتى راهو برشا توانسة ولا يحبوا برشا يربيوا حيوانات ومستعد زيد يقول لك يصرف نصرف يصرف عليه ونتلهى به ويونسني في الدار وحتى في عوض يقول لك نشري لعبه بلاستيك للصغير نجيب له حيوان يتلهى به ويتعلم كيفاش يربيه حتى انسانيا معناه خير من اللي نشري له لعبه عاديه دونك ولات في المونتاليتي نتاع نعطيك حاجه لاحظها الصغير اللي عنده كونتاكت بحيوان يلعب مع كلب مع قطوس يبدا بلوز اكيليبري صحيح حتى كي تحكي معاه يحكي بلو فاسيلمون عنده اكثر بيرسوناليتي اي لا بلوس لو سونس دو لا ريسبونسابيلتي خاطر هو بالنسبه له الكلب ولا القطوس صغيره بطريقه ولا مسؤوليه عنده لازم باش نروح نوكل كلبي باش نروح نشوفو يدوفيان ريسبونسابل وحاجه اخرى لو فيتك كي را كيفاش يتعامل معاه الحيوان خاطر الحيوان يلي يحبه اوتوماتيكمون الصغير يلي ما عادش شكل ميشون ما عادش شكل يضرب في الاخرين كل شيء ليه جونتي معناها انسانيا زاد يتولي يتعامل معاه يتعامل يتبدل طبيعه الصغير يتبدل برشا معاملته انت شوف روحك ما تبعدش البعيد شوف روحك انت عادي درجين تلعب مع كلب ولا قطوس انت الهيومور نتاعك تتحسن صحيح خير من اللي تقعد تتفرج في فيلم في تلفزه والله تحسن على الاخر يبدلوا الهيومور صحيح دونك هذه حاجه دان اوتر كوتي لي فيرميفوج اللي هما لي بارازيت انتر ما فماش كان دي بارازيت اكستيرن اش معناها الدود اه داكو اللي في كرشو هذوك ما حلبش يتشربوا بور لي ادولت اللي تلقاهم كبار الحيوانات اللي كبروا في العمر سي سي اون فوا بار موا بار سي موا جمله معناها مرتاحين على الاخر سوف اكسبسيون والاخرين اون فوا بار موا باقي معناها ريتشي معناها لي تريتمون اللي باش تعملوه دو باز ان انتروتيان دو باز راهو ماكسيموم مره في الشهر معناها مانيش يجي الدود في الكرش نتاع الحيوان ثم سي اوبليغاتوار حاجه طبيعيه تتفورما سي لو سيركل دو لا في معناها سي دي بارازيت معناها بارازيت اوبليغاتوار هو ما يقاش وين يمشي للحيوان خاطر سي تون سورس داليمونتاسيون اللي باش ياكل منها عاديه خاصه هما صغار يبداو عندهم برشا بعد بالونتروتيان يتنحى نوليو جوست اون احنا نعطيوه في الدواء باش ما يتكثرش باش ما يرجعش وكها معناها كي تجي تخمم فيها ما يطلبش منك سوايع مش شكل ستيلك اللي اكها وش في كونساكري نهار سبت عشية كاملة للكلب ولا القطوس ليه راهو ربع ساعة في الشهر والذي زاد ستة شهور معك ستة شهور بور لي زادولت كل سي موا مثلا غامون كل سي موا هو سي موا فتحية باش نوصل لك معلومة سي موا والباكل توا وين مطيش قال لك لا نحط تقول لي انه هي حطه في وسط الماكلة ياكلها الكل يا فتحية ويجي لك الطرف اللي فيه الحربوشة راهو قرني فما دي زاستوس فتحتها ترودا بودغ تخلطها بحاجة ريحتها قوية تقعد نفس المفعول نتاعها يعني تلقى استوز كل واحد عنده استوز مع حيوان مشكله هذاك ما معاهش ديزاستوز هذاك انت ماكش لاقي معاه حل غالب غالبني فوالا هي تعرف اللي هو غالبني هي تشوفه كيفاش يعمل فوالا يتبهنس كي يشوفها يولي عاقل محلاه يشره طلعشي من بعدها العين الحمراء يوري لنا الناس وخذ عليها لها باش تعمل اي والله بالحق معليش كي الحيوانات يعرف بالحق يعرف اخر مره تعمل له في التواليتاج قلت لها انه هين نحب حط له شكل قالت لي كيفاش تكرر نحط له شكل قلت لها حط له شكل حطت له والله لمسته على طول ما وبحذاه وقعد بحذاه برشا وقت طلع في الكرب هز يده عملها في راسه طير طير وكشكل وانت تكرر عملت بس شكل انا شتيت هي كمان لها شهوتها مش مشكله راتو بالشكل شو ما مسوش جمله وبحذاه ما مسوش يوريك معناها الي تري انتيليجون ويعرف اللي ما لازموش يعمل حاجه تغششها هي طلع في الكرب دوما ما طلع عمل له هكا طير وكشكل وقعد يغزر لي معناها زاد ثم طريقه كيفاش تتعامل مع الحيوان معناها هذه حاجه تجربه كبيره بطبيعه تعرف كيفاش تتعامل معاه تعرف كيفاش تهديه وقت يتنرفز تعرف وقت الشيء ريت ورا نسعبين هذه لك الحيوان ما يفهمش الفيزاج اللي انت تو بريزونت نو انت من داخل فاش لا تحس
انت متنرفزه بالرسمي، انت فرحانه بالرسمي، انت من داخل معناها كي تبدا عامله في روحك متنرفزه، هو يغزر لك نتاع اي ومن بعد ما قلقنيش. تو انت البارح رجعت لي الذاكره للبارح القطوسه نتاع اختي كيكا، نصيحه لي نعيط عليه معناها مش من قلبي، علاش يعمل هيك، علاش حط التراب اللوط، يغزر لي بعيني، يغزر لي يغزر لي حتى نعمل له بيدي هكا، قلت له يا رب مش هكا شويه بيت نوريك باش نضربك راني رد بالك ميم با، معناها كاني نضحك معاه ولا نفدلك معاه. عندما يديتك لي زغمان نتاعنا، دونك انت كي تبدا متغشه بالرسمي هو يعرفك متغشه بالرسمي، ما كي تبدا عامله فيها متغشه لا ريت الاحساس هذايا مش الحساسه هذه حاجه تعمل داخل هي ما عادوش بعيد. انت تاخذ اون فامي عندهم ان بيتي شيان داكوغ ولا لا، الكلب هذاك مثلا عمل عامله يعيط عليه لي اللي فريمون متغشش، يمشي يتخبى وراه اللي مدلو اون جينيرال المراه يتخبى وراها كيف داستيل حامي عليه كي صغير يعرف هي مش تضرب ومش تعمل له حد شيء، ما كاينش متغشش عليه. لان الرامون كي يراني بالحق متغشى يهبط راسه ويهز لي يده، معناها هاي اضربها هي وقت نضرب على يده وين يهز لي يده معناها سي بون اضرب حاضر انا حاضر. اما يغزرليش في عينه يقعد هكا مبطرس ويهز لي يده، ما احلاهم الحيوانات بالحق ما احلاهم والله والله. كان كل واحد ما نعرفش حتى ما ينجمش يتلهى به الحيوان في الدار، حتى يخرج له حويجه برا يعطيه له والله صافي. انا دكتوره ما تضروش صحيت اي جوستو ما تحبوش ما تضروش يعطيك الصحه يحس. بالنسبه بربي للعادات الغذائيه، احنا وقت جيتنا المره اللي فاتت حكينا شويه على العادات الغذائيه في 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 السخانه، معناها كيفاش توا يتبدل الكليما كل شيء يتبدل، حتى العادات الغذائيه واللهوه بي وحتى الكميات ظهر لي نتاع الماكله تتبدل تتبدل دون لو سونس ديزولي شتا وكل اكثر كيما العبد كيما العبد كيفنا احنا ما احنا اللي احنا ناكلوا صيف وشتاء. والله ساعات نيجي الطقس والله نقلق نصلي لكم وناكلوا. دونك المهم اسالك انت واش معوده حيوانك؟ مثلا فما شكون يعود بالكروكيت؟ الكروكيت فما دوزاج مكتوب على الباك وكل نوع عنده دوزاجه. لاج والبوا نتاع الحيوان قداش تواكلوا؟ هذاك هي البول اليمونتير نتاع بو اون جورني تحطوا له اي سي بون. فما عباد يقول لك لا انا نحب ناكلوا ماكله الدار. ماكله الدار يفوا غاردي ان سارتان ايكيليبر. راهو الحيوان الى بوزوان دو مونجي دو لا فيوند كو سوسوا معناها دجاج حوت لحم اللي هو هذاك الكاتيجوري الكل. ان بو دو بات مقرونه روس هذاك الكل وان بو دو ليغو لازم ليغو الى بوزوان دو فيبر بور لا ديجيستيون نتاع اي سي بون ان سارتان ايكيليبر اي سي تو. عندك اكثر حاجه يقول لك والله حطيت له صحفه فيها طرف لحم ومقرونه كلين لحمه كلين لحمه وما كلاش الباقي سي نورمال خط حاجتهم كل مع بعضهم ماني لازم ما يخلطش يفرس حط من اللول دو بريفيرونس كي طيب طيب مثلا تحط الخضره والفيوند نتاعك من اللول دو تال فاسون يذوب لك كي باش تحط انت البات باش يذوب ما لازمش عنده كاباسيتي باش ينحي مخصوص باش يفرز خاطر هو باش يفرز حاجه اخرى زاده يقول لك ثم حيوان مثلا القطاط القطاط يقول لك ديما جيعاني ديما يحبوا ياكلوا انت كل ما تحط ماكله في ياكل معاك مش كيما الكلب اما هذه زاده ماهيش فيه معناها مش كل ما يدخل القطوس الكوجينه والا يتبعك وقت اللي انت تاكل معناها لازم تتوكلوا ذلك لازم نظام معين فما نظام اما بين الكلب والقطوس ما حاجه الكلب عنده مثلا ان شيان ادولت ناخذ ان شيان ادولت ياخذ اون فوا بار بار جور لو سوار اون جينيرال ياكل مره كهو قطوس لا القطوس ما عند ربي ما ينجمش ياكل مره كهو لازم يمشي ويجي على الماكله دونك ياكل بلوزيغ فوا بار جور معناها ما تجيش تحكم على قطوس يقول لك مراك هاو معناها تحط له الكونتيتي نفسها اللي ياكلها نهار كامل ويخليه هو وقتها يمشي ويجي وقت اللي يحب ياكل فوالا القطوس يتفتف ما ياكلش فريمون ياكل شويه وبعد يمشي يعمل دوره وبعد يرجع ياكل شويه وكي تبدا انت تاكل يحب ياكل ماكلتك سي تو تافي نورمال قد ما يبدا هو بخوش منك قد ما يحب انت تاكل فيه تبداش تاكل في طماطم يحب ياكلها معاك طماطم مريم الدبيخ ميرسي بوكو نهي يعطيك الصحه ديما القاده مع الوقت يتعدى مع نهي خفيف على الاخر ما نحسوش به سورتو كي نبداو نحكيو على الحيوانات فريمون ميرسي بوكو نهي 10 25 دقيقه احنا مازال متواصلين.